حضرتك، انا كنت كلمت حضرتك قبل كده ان انا محتاج اخد نقله، والحمد لله خدت نقله يعني، وفي الشركه الجديده حاليا. تمام. تمام. في بالنسبه للكود، قابلني اول مره اشوف ان الكود ممكن يكون بي على سي. يعني انا كنت اعرف قبل كده يا اما بي يا اما سي، انما فوجئت ان عندي كود بي على سي. هو الاستشاري بتاعك شاكر؟ لا، دي ام اي. تمام. فطبعا لما سألت عن الموضوع ده قالوا لي ان هو بملاحظات وإعادة التقديم. طيب ليه هو واخد بي على سي؟ طب ما هي نفس فكرة السي. فدي حاجة، في حاجة انا استغربتها، بس طبعا اضطريت امشي على النظام اللي موجود يعني. تمام. بص، هو بي على سي حاول ان انت توقف لهم علشان يبطلوا القصه دي، ان هي دي مشكله هتقابلك قدام بقى في الاسبلت. لو حضرتك بتتكلم كده عن الشوب درونج، هتلاقي في مشكله معاك في الاسبلت، ان هما مش هيرضوا يطلعوا ريفيجن للوح اللي بي على سي، علشان هي واخده بي، مش هيبقى شايف ان هي واخده سي. تمام. بس تمام. هي كده كده دي المفروض ان هي ريفايز، يعني هما اي كومنتس بيكتبها. احنا الفرق ما بين البي والسي، البي بتبقى بي يعني ابروفد بتاع ده، ابروفد ويز كومنتس. تمام. تمام. ان هو يقدر ان هو يعمل لها، ان هي تقدر ان هي يقدر يشتغل بيها في المشروع. بس عندك السي، ان هو لازم يعدل الكومنتس بتاعته دي، بيعمل لها ريسبميت تاني علشان يقدر ان هو ياخد بيها كود بي او ايه. تمام. تمام. فالبي السي دي لازم هترجع، فأي حاجة فيها سي حضرتك تمسك تماما ان هي لازم ترجع لك تاني، ان هي تبقى عشان تاخد لا اما بي لا اما ايه. انما حاول من معاك، انا طبعا انا برضو بعاني نفس المعاناة عندي برضو في شركتي، بس هو بيبقى مفهوم خاطئ عند الانجينيرنج، بس ما ينفعش انت تسكت عليه، او انت تاخد فيه اجراء ان هو يبقى لا اما بي لا اما سي، عشان يبقى واضح يعني واضح الكود للناس اللي بالنسبة مثلا لو وصل لآخر ريفيجن لي، إن أنا أحاول أوصل لآخر ريفيجن لي إن هو يكون أبروفد، فده نقطة كويسة. يا ريت. بس هو مفيش حد بيوصل للايه دايما. لا، إن أنا أوصل إن هو يبقى بي، يعني من بعد ما بي على سي يبقى بي بس أبروفد. ما هو لازم يبقى بي، ما ينفعش تسيبه كده يبقى الفاينل بتاعه بي على سي. تمام. هو هي دي نفسها اصلا، ده اصلا اجراء خاطئ، لان هو لا اما عنده، لا اما الحاجه دي مقبوله، لا اما الحاجه دي مش مقبوله. لا اما الحاجه دي مقبوله ويمكن ان هو يمشي بيها في المشروع، وان هو ينفذ الكومنتس اللي المهندس كاتبها له، او ان الحاجه دي محتاجه ان هي تتعدل وترجع له تاني. مظبوط. تمام. تمام. في نقطة تانية برضو واجهتني فكرة